مرة أخرى أرحب بكم من منتجع جيرموك في أرمينيا ورحلة سفاري مثل ما وعدتكم. راح أحاول أنقل لكم رحلة السفاري على الهواء مباشر من خلال قناتنا على اليوتيوب. أبقوا معنا، سأصور الرحلة إلى الحد اللي ممكن أن أكون على اتصال مع شبكة الإنترنت، احتمال يتوقف البث عندنا. راح أصور الرحلة المتبقية فيديو، بعدين أنزلكم يا الرحلة كاملة. أبقوا معنا، أنتم مع هاي دانيال وأرارات السياحة وعلى الهواء مباشرة من جيرمو. تحياتي لكم. أنا ترجلت من السيارة حتى أصور السيارة من الخارج، جماعة بسيارة قاعدين، لكن هنا الشبكة بدأت شوية تضعف للأسف شديد. لا ما بالليل، لا تتفضل تصور معاهم. كم تصور؟ احنا عبرنا على لوحة مكتوب احذروا في هذه المنطقة توجد ذببة. ضيفنا يقول شو تسوي؟ قلت له نوقف نصور ويا صورك. يقول تنزل انا صورك. Thank you.
في هذه النقطة رحلة السفاري أو هدفنا ينتهي. وصلنا ينابيع المياه الحارة. سوي بير الكاميرا إلى اليمن. 7 دقائق أو 8 دقائق تستغرق ليبدأ الماء بالتدفق. وهذه هي الطبيعة المحيطة بينابيع المياه الحارة. داخل المياه المعدنية ورحب بكم اللي يحب يشترك بهكذا مغامرات أو بهكذا جولة سفاري بإمكانه الاتصال بنا عبر الرقم المعروض أسفل الشاشة. صديقكم هايك دانيال، غرارات للسياحة.